السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجلس الأعلى للجامعات. هذا يوم يا فندم يشهد له التاريخ، إن أول مرة هيبقى في احتفال بخريجي أوائل خريجي الجامعات المصرية. واسمح لي حضرتك إن أنا في البداية إن أنا أتوجه برسالة حملوها لي زمايلي في المجلس الأعلى للجامعات، هو الشكر والتقدير والاعتزاز بإنجازات ودعم حضرتك في مجال التعليم العالي. الحقيقة هناك العديد من الإنجازات والشكر اللي هم الحقيقة عاملين من وجهه، يعني طبعا غير احتفالية النهاردة. يعني الحقيقة بنشكر حضرتك على رعايتها وحضور حضرتك لأوائل الخريجين. كمان يا فندم الجامعات الأهلية، واشكروا حضرتك على الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية ومدى النجاح اللي حصل فيها، هي فعلا تجربة نجاح تمت. فهم برضو زمايلي الحقيقة طلبوا مني أوجه الشكر لحضرتك على هذه المبادرة الناجحة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في جامعتنا. الحقيقة جميع الزملاء اشتغلوا وطلعنا كمان مخرجات ابتدوا يشتغلوا عليها في جامعاتهم، وهم حتى في جامعات عندها نقدر نقول دور فعال في بعض الأنشطة. فبرضو لو وقت حضرتك تسمح لنا بعضهم يقول ايه هي الأنشطة اللي هو اشتغل عليها خلال هذه الفترة وفقا للاستراتيجية، تسمح لي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم. احنا في اطار الاستراتيجية وتوجيهات سيادتك اللي تمت بخصوص رفع تنافسية التعليم وخاصة التعليم العالي ورفع ما يخص المخرج الخاص بالجودة للتعليم العالي والشراكات مع الجامعات العالمية، جامعة اسكندرية الحقيقة في إطار التوجيهات والمخرجات الخاصة بالاستراتيجية اللي هي الاستراتيجية المنبثقة، واشتغلت على شراكات مع الجامعات العالمية في هذا الإطار. من خلال السنتين اللي فاتوا قدرنا نحقق ما يزيد عن حوالي 50 درجة من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع الجامعات العالمية. والجامعات اللي يمكن احنا اشتغلنا معها هي جامعات تعتبر احنا بنسميها جامعات الإليت او الجامعات الكلاس إيه، اللي هي تعتبر الجامعات المرتفعة في التصنيف العالمي. في البداية بشكر فخامتكم على إتاحة الفرصة الدائمة لرؤساء الجامعات بل والطلاب والأساتذة للالتقاء بسيادتكم. في الحقيقة إنجازات الجامعات المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع. كل الجامعات المصرية، الجامعات الحكومية، الأهلية، التكنولوجية، منظومة البحث العلمي، وإحنا في جامعة القاهرة كان أهم تكليف وضعناه نصب عيوننا عندما شرفتم سيادتكم جامعة القاهرة، ونحن دايما نصدر كلمة سيادتكم في كل أفلام وفيديوهات جامعة القاهرة، إن سيادتك بتتمنى إن الجامعات المصرية تتقدم في التصنيف الدولي. في ذلك الوقت كنا بعيد جدا وبعضنا خارج أي تصنيف. الآن جامعة القاهرة استطاعت أن تتقدم جيلين كاملين، بعد أن كانت جامعة من الجيل الثاني أصبحت جامعة من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع. مؤشر ذلك فخامتكم، هذا ليس كلاما مرسلا، ظهر في المؤشرات الدولية. الأجانب اللي بيقيسونا إحنا قدرنا ندنو من طموح سيادتكم في الاقتراب من الجامعات المتقدمة. كسرنا حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في أحد التخصصات، كسرنا حاجز أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في جامعة القاهرة في 5 تخصصات. يا فندم إحنا في كيو إس البريطاني المعلن من شهور تقدمنا 184 مركز، بعد ما كنا 560 في كيو اس بقينا 371 في جامعه القاهره. احنا دلوقتي يا فندم في تصنيف سماغو العالمي في المربع الذهبي للجامعات العالميه، من افضل 25% في العالم في البحث العلمي. احنا تقدمنا في تصنيف شنغهاي 100 مركز في عهد سيادتكم، وبفضل توجيهكم بل بفضل متابعتكم واشرافكم
في لكل ملفات البحث العلمي. انا برضو بهني سيادتك على تقدم الحكومه المصريه في المؤشر العالمي لجاهزيه الحكومات للذكاء الاصطناعي. واعتبر اكسفورد انسايتس في صفحه 83 ان جامعه القاهره احد اسباب تقدم الحكومه المصريه في مؤشر عالمي لجاهزيه الحكومات. يا فندم الف مبروك لسيادتك ولينا ولمصر. احنا خلال ايام هنبدا الدراسه في اول فرع دولي لجامعه حكوميه. كل التقدير والشكر لسيادتك يعني اتحت لنا هذه الفرصه رغم يعني انشغالك اكيد بالعديد من الملفات. الحقيقه في اخر اجتماع لسيادتك معانا كان في تكليف في 2021 بضروره دعم مشاركه الطلاب في كافه المجالات، وذلك من خلال بناء وعي قومي حقيقي وانتماء وبيانات ومعلومات الطلبه بتوعنا والشباب يبقوا على درايه بيها. الحقيقه جامعه طنطا الحقيقه اتحركت في هذا الاتجاه بشكل يعني كبير وبشكل ايجابي، بان احنا حرصنا على مشاركه كل طلاب الجامعه وكل طلاب جامعه طنطا 121500 غير 16700 طالب دراسات عليا، فشاركوا في كافه المشاريع القوميه، شاركوا في زي حياه كريمه ومحو الاميه، وكان مهم جدا ان هذه المشاركه يتعرفوا فيها على الواقع الحقيقي والتحديات اللي الدوله المصريه بتعيشها واهلهم بيعيشوها بالفعل، ويتعرفوا على الامكانيات اللي تمتلكها الدوله المصريه والتحديات الخارجيه والداخليه.